أخوتي أخواتي، مرحبا بكم في لقاء جديد من وتستمر الحياة. سعيدة بلقائكم، بالتواصل معكم. تحية كبيرة وخالصة لكم فين ما كنتوا، ومرحبا بكم في هذا اللقاء اللي كيجمعنا بكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك ديال لالا بلوس. تحية كبيرة لكم، ونتمنى لكم تكونوا على خير، ونكونوا دائما مستمرين بإيجابية. بإيجابية، عارفة ماشي سهل علينا، ولكن أكيد أنه نقدروا نتحدوا نفسنا ونبحثوا على ما هو إيجابي. أكيد أنه في وسط هذا الكونفينمون اللي كنعيشوا، كاينه بزاف ديال الأمور اللي كتضغط علينا، وبزاف ديال الأمور اللي كديرونجينا كيف ما بغينا لا بغينا نقولوا. فبداية أنا كنبغي نوجه تحية للجميع، كنوجه تحية لكل المتتبعين اللي كيتابعونا دابا، الناس اللي أون كونفينمون برافو عليكم، الناس اللي مازال ما بغاوش يقتنعوا خاصكم تقتنعوا، لانه مساله صبحت دابا على المحك. نتمنى ان شاء الله يكون خير، وقريبا باذن الله نرجعوا لحياتنا، علاش لا. وبها كنتمنى الشفاء لجميع المصابين، والرحمه لجميع الناس اللي فقدناهم جراء هذه الجائحه العالميه، والحمد لله على سلامه كل الناس اللي تشافت وتعافت ورجعت لدارها. ونتمنى ان شاء الله يا ربي انه نتغلبوا جميعا على هذا الفيروس الفتاك ويكون خير. من ضمن المشاكل اللي ظهرت في هذا الكونفينمون هو انه ولينا كنكثروا من الماكله. مي تنقول نكثروا من الماكله ماشي بالضروري شي حاجه اللي هي يعني عندها اهميه صحيه، ولا الواحد العادات الغذائيه كلها ترونات، الفطور ولا معطل، الغداء ولا معطل، العشاء معطل، احيانا غير تناكلوا باش نعمروا كرشنا، ما كناكلوش بواحد الطريقه اللي هي مفيده. وكثير من الناس ربما خداوها بروح المراح وتسافتوا تصاور ما بعد الكونفينمون، على انه خدينا لو بوا بواحد الشكل كبير وكبير بزاف. وكاين بعض الناس اللي ربما كتعاني من بعض الامراض المزمنه وتي خصها دير ريجيم، وما محترماش الريجيم هاد الايامات. وكاين الناس اللي الان يعني بعض الامهات كيرضعوا مثلا، وكتقول لك انا كنرضع خصني ناكل، او الحمله كتقول لك خاصني ناكل ولكن شنو غادي ناكل، فكتاكل اي حاجه لقاتها قدامها. وهذا الشيء علاش اليوم كنستضيف لكم اخصائيات الحميه والتغذيه لالا لطيفه ربيحه، اللي غتعطينا مجموعه من المعلومات في هذا الجانب هذا. لطيفه مرحبا بك، وسعيده جدا باستضافتك، وبغيناك تقولي لنا اش هاد الروينه رونا في الماكله ديالنا، وكيفاش يمكن لك تحطي لنا القراءه ديالك في هذا الوضع اللي حنا فيه. اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكرك على الاستضافه ديالي في البرنامج ديالك الشيق، وعلى ثقتك فيا. نعم، نحن نعيش حاليا واحد الوضع خاص، واحد الوضع اللي يمكن له ياثر على حياتنا اليوميه. كما كنعرفوا كاين اللي كان عنده مشاريع، كاين اللي كان عنده واحد العادات، واحد النظام، وكل شيء تغير على غفله. حتى ما بين الاباء اللي عندهم اطفال، اباء اللي عندهم تدريس والتعليم في نفس الوقت، ما بين العازبين، ما بين الناس اللي كيتواجدوا الان في واحد البلد معين وما قدروش يدخلوا لبلادهم، فهاد الاشخاص الان كيوجدوا نفوسهم امام واحد الوضع غير منتظر، غير متوقع. فبالتالي لو ستريس كيبدا يستقر بشويه بشويه بلا شعوري على العقليه ديالنا، وخصوصا على النظام الغذائي ديالنا. ماشي غير لو ستريس بوحدو، حتى الخوف من المجهول، واحد التساؤلات، فهذه كامل واحد الاشياء اللي يمكن لها تلعب دور سلبي على النظام الغذائي ديالنا. ولكن انا كنقول علاش لي ما ردوش ايجابي، لا سيما الناس اللي كانوا كيقولوا لي من قبل احنا ما عندناش الوقت نوجدوا الماكله ديالنا، ما عندناش الوقت نتغداو ونفطروا. فكنقول هذا هو الوقت المناسب اللي باش نستغلوا داك الوقت فاش كنا كنمشيو فيه الخدمه، داك لو ديبلاسمون نستغلوه باش نصوبوا الماكله ديالنا ونتناولوا الوجبات ديالنا في الوقت ديالها. الناس اللي كيخدموا اللي عندهم لو تيلي ترافاي، كنقول علاش اللي ما يوضعوش نفوسهم الجو ملائم، غيكون متغير على العادات ولكن يكون ملائم للخدمه باش ترتاح النفسيه ديالنا وتكون عندنا الشهيه من بعد. الناس اللي ما كيخدموش كنقول علاش
اللي ما يستغلوش هذا الوضع يصوبوا شهيوات جداد متنوعه، مأكولات متنوعه، باش يحترموا الوجبات ديالنا اليوميه. فعلا. لا لا لطيفه، عندك الصح في هادشي كامل اللي قلتيه، واكيد انه مشاكل اللي يمكن تظهر الا ما كونترولينش راسنا في هاد الفتره هادي بالضبط. ولكن اللي واضح هو انه عدد من الناس طاحوا في لابوليمي، يعني كياكلوا بواحد الشراهه غير طبيعيه. كاين اللي تلمون خايف ياكل، كاين اللي يعني تلمون ربما مكتئب ولا عنده الخوف من غدا شنو غيوقع كياكل، كاين اللي عنده كيصنع لراسو العذر باش ياكل، وكاين مثلا اللي ما كاين ما يدار، يعني في النهار ربما ملي كانت الحركه والخدمه وكذا بزمنك كنتي كتنظم الوقت ديالك، دابا ما كاين ما يدار كيدور التعيا في الدار، ما كيلقى ما كيدير كيمشي للثلاجه. هذا المشكل هذا اللي عند عدد من الناس. فبالنسبه لك كيفاش يمكن تنصحينا، شنو اللي خاصنا نركزوا عليه في الاكل ديالنا وكيفاش خاصنا ناكلو على حسب الامكانيات؟ في طبيعه الحال ربما كاين بعض الناس اللي ما في امكاناتهمش اليوم انهم ياكلوا الخضره، ياكلوا اللحم الى غير ذلك، فشنو هو الاساسيات اللي كيخصنا نركزوا عليها في الماكله ديالنا وكيفاش نمشيو في نظامنا الغذائي؟ نعم لاله سكينه، الازمه الصحيه والحجز اللي كنعيشوه حاليا يمكن له يغير حياتنا بشكل ما، وبالتالي يمكن له يزداد في التوتر والقلق، لا سيما ان الثلاجات والخزائن لم تكن قريبا منا في اي وقت مضى حتى لهذه الفتره هذه الاخيره، والإغراء لزيارتها ولات بشكل عويص وبإفراط. عندنا القلق، عندنا الملل، عندنا الضغط في العمل عن بعيد، هذه كاملة واحد الأشياء اللي يمكن لها تشجعنا على الإفراط في الوجبات ديالنا. كاين اللي كيعتبر الوجبات الخفيفة اللي هي لو غرينوتاج كوسيلة لإغراء العقل ديالنا، ولا كوسيله لاملاء الفراغ ديالنا، ولا كعاطفه ايضا. دونك اللي تجنب هاد الدراما هادي واللي كنلقاه اساسي ايضا هو ان نسول نفوسنا واحد السؤال بسيط اللي هو واش حنا حقا فينا الجوع ولا بغينا غير ناكلو. هنا كنكونوا تقربنا وركزنا على الشعور اللي كتشعر به المعده ديالنا ديال بصح. هادي نقطه. نقطه واحده اخرى، كاين الناس اللي ما كانش عندهم من قبل ثلاثه الوجبات الاساسيه، كاين اللي كانت عنده غير وجبتين ولا وجبه ولا وجبه واحده. هنا يمكننا نخلقوا داك الجو باش تكون عندنا ثلاثه الوجبات الاساسيه ديالنا. هذه بعدا الحاجه الاولى، ثلاثه الوجبات الاساسيه اللي غتكون متنوعه، غادي تكون فيها ماكولات متنوعه، تكون غنيه بالبروتينات بالالياف. علاش بعدا هاد جوج المكونات الاساسيه؟ علاش؟ لانها اولا كتقوينا المناعه ديالنا، كتعطينا واحد الطاقه معينه، لا سيما ان دابا ولاو الناس كيديروا لو تيلي طرافاي، يمكن لا تكون عندهم واحد طاقه للتركيز على العمل ديالهم. في الوجبات الاساسيه يمكننا نركزوا ايضا على البروتينات، على فيتامينات، تكون عندنا خضر معينه، ماشي لابد تكون عندنا ثلاثه د الخضر ولا اربعه د الخضر في ماكوله واحده، يمكننا ناكلو غير نوع واحد من الخضره، نوع واحد اللي غيكون اساسي ولا يمكن له هو يعطينا بزاف ديال الفيتامينات والالياف اللي حنا محتاجين بها. ما بين الوجبات يمكننا نديرو واحد وجبات خفيفه اللي هي ديكولاسيون، اللي غادي تكون متنوعه ايضا، سواء يكون فيها امبول ديال الفواكه مقطعه طرفات صغيرين، ولا عصائر ديال الفواكه، ولا فواكه جافه بحال الزبيب، بحال القرقع، اللوز، كاينين بزاف ديال الانواع، ولا حتى العشاق الشوكولا يمكن لهم. انا كنفضل الشوكولا نوار لانه غني بالالياف ايضا. فهذه كامله واحد شروط اللي كتكون اساسيه. كاين واحد النقطه واحده اخرى اللي هي يمكننا نوعو كل نهار، نوعو الماكولات ديالنا كل نهار، نديرو خضره معينه، ماشي لابد تكون في واحد الوقت محدد. كنعرف ان دابا الوضع ولا شويه صعيب، ماشي لابد يكون عندنا وقت محدد، ولكن بعدا
تكون عندنا ثلاثه الوجبات ديالنا اساسيه وهذيك الوجبات الخفيفه ايضا حسب يعني معلوماتي بطبيعه الحال. لطيفه انت هي اخصائيه في الحميه والتغذيه وايضا كتبعي مع ليكا ديالك يعني باش ينزلوا من الوزن بلي ماشين الى غير ذلك. مساله اللي دابا صعيبه يعني الناس بقوا تكلمنا على الرياضه الناس ما كتحركش بزاف فكيفاش نقدروا اننا نختاروا بعض الاطعمه اللي ربما فيها واحد الطاقه ولكن ما فيهاش واحد لي كالوري بزاف. انا عارفه بانني كنقول دابا شي حاجه اللي مستحيله ولكن بعض الماكولات اللي ربما يمدوا الجسم ديالنا بالطاقه باش يوقف باش يعني دوك الاساسيات ديالنا وفي نفس الوقت ما يعطيناش دي كالوري اللي يمكن انهم يرفعوا من الوزن ديالنا. ايضا حتى الناس ربما بعض الاحيان اللي كيتبعوا بعض الانظمه العجيبه غناكل بروتينات فقط غناكل ربما غير الخضر والسلطات غناكل كذا غناكل كذا واحيانا لا انا كنحسب لي كالوري يعني نقدر ناخذ حاجه اللي هي ميدمه ولكن راه حاسب مثلا الا تغديت بالخبز وكذا 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 راه صافي من تما غادي نحبس. واش هاد الانظمه ممكن تكون صحيحه وكيفاش كيخصنا نتعاملوا عفوا مع الحاجه اللي كندخلوها للجسم ديالنا في هذه المرحله هذه مرحله اللي فيها غير الماكله والجلاس غالبا والحركه قليله وقليله بزاف. نعم اذا بحال اللي كنعرفوا حنا كنتواجدوا الان في واحد الوضع فين ما كايناش الحركه بكثر الحركه قليله بزاف هادشي علاش اي ماكله كليناها غادي تكون واما سبب في ارتفاع الوزن ديالنا ولا سبب في انخفاضه. الحاجه الاولى اللي كان يشير ليها هي علينا الحفاظ على الحاجز اللي كتكون منوله في البكتيريان ديالنا علاش لتغلب على بعض الامراض ولا باش ما نتصابوش ببعض الامراض ولهذا علينا استهلاك وتناول بعض الأطعمة اللي غادي تكون غنية بالألياف غتكون غنية بالبروتينات بالأوميغا 3 وبعض الفيتامينات بحال فيتامين سي فيتامين او فيتامين دي اللي ما خصناش نساو. هاد المكونات غادي نلقاوها في السمك في لي كريستاسي بحال الكروبات ولا الكالامار غنلقاوها في الفواكه في الخضر في الفواكه الجافة وفي التوابل أيضا. هاد الفتره اللي كنعيشوها دابا اللي كتكون فيها الحركه ديالنا قليله بزاف علاش اللي ما ننظموش نهار ديالنا ونخليو لواحد الوقت صغير باش نمارسو فيه بعض انشطه بدنيه. اكيد يعني لا لطيفه كنعرفوا جميع باللي التغذيه فهي كتعطينا واحد التوازن كبير للجسم يعني كيخصنا ناخذ الكميه الكافيه ديالنا من الماء من يعني من البروتينات من الفيتامينات من الاملاح وهادشي كامل كنقدروا اننا نهيئوه بتغذيه اللي كتكون سليمه وصحيه. وحتى الصحه النفسيه ديالنا ربما كتزن نوعا ما بالتغذيه السليمه. الناس اللي كيتابعونا دابا واللي تياكلوا بشراهه وما قادرينش يضبطوا نفوسهم يعني واخا كيقول لك انا باغي ندير ريجيم ولكن كناكل الحلاوه وما تنقدرش نضبط راسي وكنحس براسي محتاج لي سكروري وخاصه النساء يعني ربما ما كيقتربوا من العاده الشهريه كاين بعض النساء اولا ملي كتكون مضغوطه اولا ملي كتكون مقلقه عفوا كتبدا تقلب على الحلاوه كتبدا تقلب تاكل الحلاوه مثلا اولا كتبدا تقلب تاكل الملوحه بزاف مثلا. فشنو هي النصيحه اللي نقدروا من خلالك نوجهها لجميع الناس اللي ما قادرينش يتحكموا في الماكله ديالهم حاليا؟ نعم في هذه الفتره هذه كاين اللي كيشعر بالملل كاين اللي كيشعر بالتوتر بالضغط بالفراغ فهاد الناس كل واحد عنده طبيعه ديالو كاين اللي كيفضل يميل الماكولات تكون حلوه وكاين اللي كيفضل يميل الماكولات تكون مالحه فهذا غير مهم. المهم هي الجوده اي ان يمكن نلقاو الماكولات المالحه في الفواكه الجافه ولا نلقاو الماكولات الحلوه مثلا في الشوكولا نواغ يمكن نلقاوها في الزبيب في بعض المواقف بعض الفواكه الجافه ايضا يمكن نلقاوها ايضا في بعض العصائر الفواكه ولا بعض المشروبات تكون سخونه. الله يعطيك الصحه لطيفه ما عندي ما يتسالك شكرا جزيلا لك. ولكن قبل ما نودعوك نبغيو تعطينا عدد من النصائح بالنسبه للناس يعني بالنسبه للنساء الحوامل او للمرضعات ايضا حتى بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الامراض المزمنه كيفاش يقدروا انهم من خلال التغذيه ديالهم يرفعوا من مستوى المناعه ديالهم وفي نفس الوقت يحميوا نفوسهم من بطبيعه الحال من السمنه ومن ارتفاع الوزن
وفي نفس الوقت حتى هو يكون الجسم ديالهم كيتغذى بالطريقه والكيفيه السليمه والصحيحه. نعم، في هذه الفترة الأخيرة يمكن نكون أمام نساء حوامل ولا نساء كترضع، فبالتالي اللي خاصهم يركزوا عليه بالضبط وهي أنهم يحاولوا يحترموا النظام اللي كانوا عليه من قبل. نعم هذه الفترة صعبة ولكن يمكن لها تؤدي لنا إلى الإغراء، لا سيما أن وقت الفراغ ولا بكثرة. فهنا اللي كان يشار ليه واللي يشارت ليه من قبل وهي نكونوا حارسين على المعدة ديالنا، نسولوها مرة واش فعلا شينا جوع ولا هذا غير الفراغ ولا الملل اللي غيلعب لينا دور على المعدة ديالنا. فكيد الحالتين نخليو الماكلة ديالنا تكون غنية بالفيغ، بالحديد، باليود، بفيتامين بي 9، بفيتامين دي، والكالسيوم حتى هو اللي غيمكننا نلقاوهم في جميع المأكولات. ما عندي ما يتسالك لا لطيفة، الله يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك على كاع هاد المعلومات اللي تقسمتيها معنا، وأكيد أنه إن شاء الله بإذن الله علاش لا موعدنا يعاود يتجدد من خلال وتستمر الحياة. شكرا جزيلا لك. كانت معنا اليوم لطيفة ربيحة وهي أخصائية في التغذية والحمية، مشكورة جزيل الشكر على كل المعلومات اللي تقسمتها معنا. ونبغي نختم بانه حنا في مرحله اللي هي استثنائيه، اكيد انه الحركه ديالنا قليله والجسم ديالنا ما خصناش نفرطوا فيه كيف ما قالت لنا الاخصائيه ديالنا. اذا الارجح والاجدر هو انه ناكلوا ما هو صحي ونكثروا من شرب الماء لانه مهم جدا للذات ديالنا، وان شاء الله غادي يكون خير وغندوز هذه الازمه وتستمر الحياه.